خلينا أول نبدأ نقول للناس إيه اللي حصل الفترة اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله هو موضوع ساعة فعلا، يعني ارتفاع أسعار اللحوم، وصول سواء الوزن، لأنه كان سبب وصل ل 100 جنيه وأكتر من 100 جنيه الكيلو، ويمكن في الأماكن الشعبية 80 85، تمام. وده طبعا ارتفاع غير مسبوق، بس الحقيقة كان انعكاس لوضع موجود على الأرض، اللي هو ارتفاع الوزن الحي، سعر الكيلو القايم، تمام، في السوق، اللي وصل لفترات ل 36 كيلو وزن حي قايم يعني. وده الحقيقة برضو كان انعكاس لقلة المعروض من ناحية، فترات طويلة قوي تعرضنا بقالنا كتير، السلالة المصرية نفسها اتأثرت على مدار فترة طويلة، تمام. يمكن الفترة الأخيرة دي تم فتح الاستيراد في مش بس اللحوم المذبوحة يعني، تمام، الجاهزة، لا، على مستوى التربية، وده حل جزء من الأزمة يعني، خصوصا إنها سلالات جيدة الحقيقة، بتدي معدلات عالية جدا، وطبعا مع ظروف التسمين اللي موجودة هنا في مصر والتغذية، فبالتالي هي نفس الطعم بتاع اللحمة البلدي يعني، مفيش مشاكل منها، حلت جزء كبير من الأزمة، بس لا تزال الأزمة موجودة، لأن الموجود المحلي نفسه أصبحت السلالة سيئة قوي، تمام، على فترات طويلة، بسبب مفيش تحسين وراثي، سواء التسمين أو الحلاب باستمرار، وده مهم يعني أقل معدلات ممكن تحصلي عليها من السلالات البلدية. تعرض القطاع الإنتاج الحيواني لأزمات فترة طويلة قوي من خلال الأعلاف، عانينا يمكن السنة اللي فاتت بس كان في استقرار، ما عدا الشهر الأخير أو الشهرين الأخيرين كان في استقرار شوية في أسعار الأعلاف، ويمكن شجع ناس كتيرة قوي تخش في موضوع التسمين وترجع تاني. طبعا في الشهرين الأخيرين تحديدا في أزمة حقيقة يعني، رجعت تاني أسعار الأعلاف في صعود، وبشكل مبالغ فيه، وبشكل يومي لا يطيقه أي حد في قطاع الإنتاج الحيواني. السلالة نفسها اتأثرت، موجات كتير قوي من الأمراض والأوبئة، ارتفاع بشكل غير مبرر في فترات كتيرة قوي في آخر 5 سنين لأسعار الأعلاف، خرج يعني تقريبا الفئة المتوسطة، الناس اللي كانت شغالة على 20 30 راس كلها خرجت، الناس اللي كانت شغالة على سكيل واسع يعني كتير جدا ما استحملش ظروف السوق وخرج، المربي الصغير اتأثر كتير قوي يعني، أصبحت التحصينات مفيش برضو دعم الدولة مش مساعده، التحصينات أصبحت كانت مجانية، بقت بفلوس، موجات كتيرة قوي من الأمراض موجودة، فهو كان بيعتبر الحيوان ده بالنسبة له حصادة، بيجي آخر السنة بيلاقي عجل أصبح وزنه بيبتدي يبيعه في السوق، يا إما هو نفسه بيشطبه من خلال التسمين، بيدخله تسمين وبيلاقي حصيلة جاية له يقدر يجوز ابنه يجوز بنته من وراه، لأن هو الحقيقة ما بيحسبهاش اقتصاديا، هو بياخده الفلاح بيربيه على الناتج من الأرض عن طريق البرسيم اللي جاي له من الأرض أو الضراوة فترة الصيف. ما اللي كان عنده 5 6 7 بقى أصبح عنده مكتفي بواحدة أو باتنين، خلاص هو بيحسبها، فأصبح مش كسبان، لا، كمان حتى الأول ما كانش كسبان، لا، أصبح كمان في خسارة، بيواجه الظروف لوحده، فخلاص استسلم يعني. الحلاب ما عندنا سلالة في منتهى السوق، بقالنا زمن طويل قوي، السلالة المصرية اتأثرت بفترة يعني، في الهولستين بره يمكن الأعداد في دول كتيرة مش موجودة زينا، ومع ذلك إنتاجنا ضعيف جدا، ليه؟ لأن أصبح إنتاج البقرة 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، ده طبعا في منتهى يعني، هيصرف عليها الفلاح منين؟ ما بتجيبلوش عائد، يا دوبك بترضع ابنها بالكاد، تمام، في حين الأبقار المستوردة ده يعني ده بيعود على الفلاح فعلا بالخسارة الحتمية، ولا بالخسارة. ممكن ان هو مثلا يجيب بس
التربية لا في الظروف الحالية أكيد هيخسر، أكيد هيخسر. ما بقاش أي موجة وبائية مش قادر يصرف على الحيوان، أي زيادة في أسعار الأعلاف مش قادر يصرف على الحيوان، فبقى يفضل ما بين إنه يزرع خامات أعلاف أو يزرع مواد علفية وما بين يزرع حاجات تانية ممكن تجيب له عائد. تمام، فليه هيبقى عليه ليه؟ طبعا يمكن الجاموس فيه امل، بس يعني كسلاله ابقار الحقيقه سيئه جدا من ناحيه التناسل، من ناحيه انتاجيه اللبن في منتهى السوء يعني. تمام، في حين السلالات الاجنبيه ممكن توصل ل 30 كيلو 40 كيلو، بعض السلالات توصل ل 60 كيلو يوميا في حديث الولاده يعني كانتاجيه. طبعا فيه